كأس أمم أوروبا عام 1960 كانت النسخة الافتتاحية للبطولة، حيث أقيمت في فرنسا وفاز بلقبها الاتحاد السوفيتي. هذه معلومات يعرفها الكثير من المتابعين، لكن المفاجأة الكبرى هي أن تتويج الاتحاد السوفيتي بلقب النسخة الأولى كان بفضل الجنرال فرانسيسكو فرانكو ديكتاتور إسبانيا، الذي حكمها منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى وفاته عام 1975. فما القصة؟ كانت لائحة النسخة الأولى من كأس أمم أوروبا تنص على إقامة مرحلتي ثمن وربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وعودة، على أن تكون مرحلة نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة تقام في دولة واحدة وهي فرنسا. شارك 16 منتخباً في مرحلة ثمن النهائي، ليتأهل 8 منتخبات إلى ربع النهائي. وهنا تبدأ قصة تتويج الاتحاد السوفيتي باللقب. في الدور ربع النهائي كان يفترض أن يلعب الاتحاد السوفيتي مع إسبانيا، لكن إسبانيا التي كانت تحت حكم فرانكو رفضت السفر إلى الاتحاد السوفيتي لأسباب سياسية، وكان سبب رفض فرانكو يعود إلى خلافاته مع النظام الشيوعي الحاكم في الاتحاد السوفيتي، ما جعله يخشى هزيمة منتخب بلاده أمامهم. وبعد أن رفض الاتحاد السوفيتي اقتراح لعب مواجهة ضد إسبانيا من مباراة واحدة في مكان محايد، تم استبعاد إسبانيا من المنافسات، وهنا تأهل الاتحاد السوفيتي إلى مرحلة نصف النهائي دون أي عناء، ليلعب أمام تشيكوسلوفاكيا ويفوز عليها 3-0، ثم ينتصر في المباراة النهائية على يوغوسلافيا 2-1، ويصبح أول بطل في تاريخ أمم أوروبا.